يحفل التاريخ الإنساني بقصص نساء دخلن القصور الملكية مجرد جواري أو وصفات لا يحلمن بأكثر مما في تلك القصور من عيشة مريحة ورغدة، في حين أن القدر كان يعدهن ليصبحنهن سيدات تلك القصور. إليكم أشهر 5 جواري ووصفات استطعن الجلوس على العرش. السلطانة هرم كانت الجارية المفضلة ثم لاحقا الزوجة الشرعية للسلطان العثماني سليمان القانوني وأما لستة من أبنائه. ولدت عام 1502 في أوكرانيا لأب كان قسيسا أرثوذكسيا وكانت تدعى ألكساندرا. وفي عمر 15 تقريبا تم اختطافها بواسطة بعض تتار القرم، ثم بيعت كجارية وانضمت لحريم السلطان سليمان الذي غير اسمها إلى هرم، أي الفتاة المرحة. وعرفت هرم بجمالها وذكائها، فتخطت جميع الوصفات لتصبح الجارية المفضلة لدى السلطان قبل أن يتزوجها وتصبح الملكة. وكان لها نفوذ كبير يظهر ذلك على مستوى العلاقات الخارجية للدولة العثمانية في مراسلاتها مع ملك بولندا آنذاك. ولعل أكبر دليل على قوة نفوذها أنها كانت الوحيدة التي سمح لها بمغادرة القصر القديم المخصص للحريم والانتقال للعيش بقصر توبكابي حيث مقر إقامة السلطان. كما كان لها نشاط خيري بارز، فقد أسست مستشفى كبيرا للسيدات بإسطنبول، كما افتتحت مطعما خيريا بالقدس وآخر بمكة لتقديم الطعام للفقراء والمحتاجين. هذا بخلاف مساجد ومدارس قرآنية أسستهم كلهم من مالها الخاص. وتوفيت هرم عام 1558 بعد حياة حافلة بالمجد، ودفنت في مقبرة مزينة بالنقوش في ساحة المسجد الذي يحمل اسم زوجها. الإمبراطورة تسيشي ولدت عام 1835 وانضمت في مراهقتها لحريم الإمبراطور شيان فينغ الذي أنجبت له ولده الوحيد الإمبراطور تونغ تشي. ورغم نجاحها في كسب ثقة زوجها إلا أنها عدت السبب الرئيسي وراء انهيار سلسلة تشينغ الحاكمة وصعود الحركة الجمهورية بالصين، وذلك بسبب الأساليب الملتوية التي استخدمتها للسيطرة على العرش بعد وفاة زوجها والسياسة الفاسدة التي انتهجتها في أثناء حكمها للصين. فعندما مات زوجها الإمبراطور شيانغ فينغ عام 1861 تولى ابنه الإمبراطور تونغ تشي العرش وهو لا يزال طفلا. فعملت تسيشي على أن تكون هي الحاكمة الفعلية للبلاد والوحيدة المسيطرة على العرش، حتى أنها دأبت على شغل ابنها بالأفيون والنساء كي تستطيع الاستمرار في سيطرتها على الحكم، متسببة في وفاته بمرض تناسلي. ولم يقف جشع تسيشي عند هذا الحد، فقامت بتوريث ابن أختها الطفل ذو 3 سنوات العرش خلفا لابنها رغم عدم أحقيته لتستمر هي في إدارتها للبلاد من خلف الستار. لكن تسيشي لم تحرص على مصالح بلدها قدر حرصها على العرش، فيذكر التاريخ أنها وقفت وراء خسارة الصين الحرب أمام اليابان بسبب استغلالها للميزانية المخصصة للبحرية الصينية في تمويل بناء قصرها الصيفي الفخم. وفي عام 1908 توفيت تسيشي بجلطة بعد فترة حكم امتدت لقرابة نصف قرن. وجدير بالذكر أن شخصية تسيشي القوية والشرسة هي التي أبقت نظام الإمبراطوري قائما بالصين، حيث انهار هذا النظام بعد وفاتها ب3 سنوات إثر قيام الثورة الصينية عام 1911. الملكة آن بولين ولدت بإنجلترا لأسرة عريقة، وتميزت بذكائها ولباقتها وجمال ملامحها خاصة عينيها. وفي عام 1522 كان التحول الاستثنائي في مسار حياتها، حيث عينت وصيفة للملكة كاثرين زوجة الملك هنري الثامن ملك إنجلترا. ومن هنا لاحظها الملك هنري ووقع في غرامها، لكنها صدت كل محاولاته للتقرب منها متعللة بأنها ليست زوجته، مما دفع الملك إلى أن يطلب من البابا كليمنت السابع إبطال زواجه من الملكة كاثرين. فلما رفض أعلن هنري استقلال بلاده عن الكنيسة الكاثوليكية كما أعلن نفسه رئيسا للكنيسة الإنجليزية.
ثم صرح بزواجه من آن بولين، وتم تتويجها ملكة على عرش إنجلترا في حفل ضخم. لكن سرعان ما تدهورت العلاقة بين الزوجين، حيث لم تستطع إنجاب وريث ذكر للعرش، كما أعجب هنري بإحدى وصفاتها فقرر الزواج منها، فدبر للتخلص من آن بولين. ومن ثم تم القبض عليها في عام 1536 بتهمة الزنا مع 5 رجال، كما تم اتهامها بممارسة السحر والتخطيط لقتل الملك، وبناء عليه تم إعدامها علانية بقطع رأسها لتصبح بذلك أول ملكة إنجليزية تعدم علنا. الملكة جانغ أوك جيونغ كانت واحدة من أجمل نساء مملكة جوسون الكورية، وعرفت بمكرها وحبها للسلطة. كان تعيينها وصيفة للملكة الأرملة جان جينيول هو أولى خطواتها في الطريق إلى العرش، حيث رآها الملك سوك جونغ في إحدى زياراته إلى الملكة الأرملة وجعلها رفيقته المفضلة. وفي عام 1688 أنجبت جانج للملك سوك جونغ ابنا، وفي سبيل تنصيبه وليا للعهد قرر الملك نفي زوجته الملكة إن هيون والتخلص من معظم قيادات الحزب الغربي الذي تنتمي إليه زوجته. وفي المقابل أعطى جانج منصب الملكة، وصاحب ذلك سطوع نجم الحزب الجنوبي الذي تنتمي إليه جانج. لكن انقلبت الأحوال عام 1694 بعد إعجاب الملك بوصيفة أخرى تنتمي للحزب الغربي، بالإضافة إلى استيائه من الأداء الضعيف للحزب الجنوبي في الحكومة، فدفعه كل ذلك إلى إزاحة جانج عن العرش واستدعاء الملكة إن هيون مرة أخرى كي تسترد منصبها كملكة. وبعد فترة توفيت الملكة إن هيون بمرض مجهول، واتهمت جانج بالتسبب في وفاة الملكة عن طريق ممارسة السحر الأسود، وبناء على ذلك تم إعدام جانج بالسم في عام 1701. السلطانة شجر الدر كانت الجارية المقربة للسلطان الصالح نجم الدين أيوب سلطان مصر ثم زوجته الشرعية. اختلف المؤرخون في تحديد جنسيتها، لكنهم لم يختلفوا على جمالها وحنكتها السياسية. فقد تجلت عبقرية شجر الدر عندما استطاعت إبقاء خبر وفاة السلطان الصالح في أثناء الحملة الصليبية السابعة على مصر عام 1249 سرا عن الجيش والشعب، وأشرفت بنفسها على الخطة الحربية التي وضعت لصد الاعتداء الصليبي على مصر، محققة انتصارا كبيرا على الملك الفرنسي لويس التاسع قائد الحملة، لتجلس بعد ذلك على عرش مصر خلفا للسلطان تورانشا ابن زوجها بعد مصرعه. لكن حكمها لم يستمر لأكثر من 80 يوما بسبب رفض الخليفة العباسي لفكرة تولي امرأة للعرش، فقررت شجر الدر الزواج من الأمير عز الدين أيبك والتنازل له عن العرش، ظنا منها أنه ضعيف الشخصية وسيسمح لها بالسيطرة على مقاليد الحكم. لكن أيبك استطاع تحجيم نفوذ شجر الدر والانفراد بالسلطة، كما خطط للزواج من ابنة بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل، فكادت له شجر الدر وقتلته، إلا أنها لم تسلم من مماليكه الذين ألقوا القبض عليها وسلموها لزوجة أيبك الأولى كي تتولى التخلص منها. وانتهت حياة السلطانة شجر الدر بمقتلها في عام 1257. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق، ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن. ماذا يحدث عندما تضغط زر اشترك هنا؟ تنتقل إلى رحلة مسلية في عالم المعرفة والعلم والتسلية والترفيه، وتنضم إلى أكثر من 10 ملايين مشاهد شهرياً. بأكبر قناة ثقافية ترفيهية عربية على الإطلاق. متع عقلك.
مرشدك إلى عالم المعرفة والترفيه.